ابطال تونس السنه اللي قبلها. مين اتفاوض معاك كابتن لما انتقلت من صفاقس للاهلي؟ باش مهندس عبد الخي. طيب قول الو كده كابتن انيس. الو باش مهندس. ايوه السلام عليكم. سلام. عليكم السلام باش مهندس، ازي حضرتك؟ اهلا يا عمر، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ بقول له مين اول واحد اتفاوض معاك من الصفاقس للاهلي؟ قال لي باشمهندس عدلي على طول، ما فكرش ثانيه. ازيك يا كابتن انيس؟ ازيك؟ زي حضرتك، زيك يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ كان اسهل كان اسهل صفقه بالنسبه لك صح ولا يا باشمهندس؟ الحقيقه واحده من اسهل واسرع الصفقات وما حصلش فيها رغي كتير، لا من ناحيته ولا من ناحيتنا ولا من ناحيه الصفاقس. وجاء كده في واحنا قاعدين في لجنه الكوره، كان مستر جوسيه موجود، وبعدين جت سيره التدعيمات، فبقول له تحب تتعاقد مع انيس بوجلبان؟ قال لي ايوه طبعا. قلت له طب انا ممكن اطلبه التليفون دلوقتي وناخد رايه، ولو قال اوكي نخلصه على طول. بس كده يا باشمهندس. طلبته بالتليفون لقيت انيس بيقول لي طبعا. اها. ما خدتش حاجه، خلاص اتكلمنا بالتليفون، يعني الصفقه تمت بين مصر وتونس بالتليفون، وهو جه خلصنا الورق الفاكس، يعني يوم وصوله الفاكس، ومضينا العقود وخلصنا كل حاجه يعني. ما كانش ليه اي طلبات يا باشمهندس خالص. هو ما كانش طلبات، بس كان جاني واحد صاحبه في اللوكاندا كده. وكادت ناس كتيره تيجي، حسيت انا طبعا وانا بمضي معاه، هو لسه ما مضاش بيقرا العقد، فقال لي طب استنى الصبح. قلت له اسمع يا كابتن انيس، انت دلوقتي جيت وانا عارف ان هيبتدي انديه معينه تتصل بيك واصحابك يقول لك استنى. انا الفجر كان جدا ساعتها، قلت له انا حصل لي الفجر، ادي العقود اهي. ارجع الاقيك ماضي. عشان اخلص انا لقيت مضيت، لان انا همشي بعد الفجر على طول. ايوه كده يا باشمهندس صح كده. يعني ضحك وراح مطلع القلم وماضي على طول، وصلينا الفجر ومشينا. يعني يا كابتن، يعني خلاص يعني باشمهندس كابتن انيس على طول قال انا امضي دلوقتي احسن وخلاص ونتكل على الله ونخلص الصفقه وخلاص كده. هو طبعا واضح انه كان جاي وحاسم امره، بس في ناس اصحابه بقى قالوا لي لما نجيب لك والزمالك عرض يمكن يعني يساوموا بيه او حاجه، لكن طبعا هو كان راجل محترم انه ما لجاش للحيله دي. الجميله يا باشمهندس ان الكابتن انيس مش بس قضى الفتره اللي كان موجود فيها في النادي الاهلي فقط لا غير، لا ده كمان على تواصل، ودايما بيكون موجود وعلى تواصل مع حضرتك او مع مجلس الاداره او حتى مع زمايله، فده بيدل فعلا على مدى الشخصيات المحترمه. فلافيو لما بنقول اي حاجه مثلا نقول بتكلم جلبرتو، وفلافيو اي حاجه من طول دلوقتي انيس هو بيبقى الطريقة اللي بتضمن الأولا السرية والتفاوض المحترم الشفاف. صح. يعني هو راجل لا يتأخر عن النادي الأهلي في أي مساعدة. وده بيدل يا باشمهندس على ان النادي الاهلي دايما لما بيجي يختار مش بيختار فقط الجانب الفني، بيشوف دايما الجانب الاخلاقي، الجانب اللي له علاقه بالسلوكيات، وده بيفرق جدا وبيأثر وبيكون حضرتك بنشوفه احنا بعد ما اللاعب يبطل كوره، وبيبقى دايما على تواصل، وبيبان حتى في لما النادي يلجا ليه او هو يلجا للنادي، بيكون في روح كبيره جدا بين الطرفين يا باشمهندس. يا كابتن عمر خدها مني، بخبرتي الطويله لا طبعا يسمح مع الاهلي الا اصحاب الشخصيه المستقيمه. صح. الصح اللي يعرف هو واجباته، اي حد تاني بيدور فقط على المصلحه ما بينجحش مع الاهلي. صح مظبوط. كابتن انيس تحب تقول حاجه يا باشمهندس؟ باشمهندس من اقرب للامانه يعني من اقرب الشخصيات. كابتن انيس مش سامع الكابتن. بيقول يعني من احسن الشخصيات اللي تعاملت معاها يعني، وشخص عزيز علي جدا طبعا. يعني وبتكلمه يعني حتى مش بسال عليه وديما باتصال بيه، لانه بصراحه يعني من اول يعني على الاقل حاجه ممكن في النادي الاهلي انه الاشخاص يعني اشخاص الكوريكت كما نقولوا، اللي حتى ما فيش لازم نكلمه نسال على حاله، لما يجي تونس لازم باشمهندس يكلمني انا نجي قاره لازم نبلغه نقول له انا وصلت. فالعلاقه الكبيره اللي علاش لان مبنيه على اسس صحيحه، ممكن هذه اضافه ممكن انا باش نحكي شويه على البيت النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي انه يعرف ايش يخلي ديما في علاقه كبيره. فالامانه يعني الحكايه على صديقي اللي كان في الفندق يعني ممكن انا كلمته قبل وانا مسافر
اول ما سمعوا اني موجود في النادي الاهلي اتصل بي اللاعب لاعب في النادي الزمالك وقال لي مستعدين نزيدوك على المبلغ النادي الاهلي وعلمت الباشمهندس شلون سعد لي عرف الباشمهندس راهو في اتصلوا بي وقال لي لا خليه مش على جنبه وجاو حتى للفندق وحاولوا انه لكن بطبيعه الحال كنت انا جاي صعب حد يطلع منه لا 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 باشمهندس صعب انسى باشمهندس صعب باشمهندس طلعنا في ما شوف يا عمر هو زي ما قلت لك الشخصيات المستقيمه المحترمه بتنجح على الاهلي واحنا يعني بيبقى لها مكانه خاصه عندنا وطبعا طبيعي يبقى في تواصل بيننا وبين اي شخصيه من الشخصيات دي وفي مقدمتهم طبعا الكابتن انيس وهو لما بيعوز حاجه شخصيه حتى بيكلمني وانا اي حاجه بيعوزها النادي الاهلي او حاجه حتى يعني تهم حتى اعرفه بكلمه ينصحنا نعمل ايه التواصل مستمر وربنا يديم المعروف يعني. امين يا رب العالمين. باشمهندس بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا باشمهندس عادلي القيعي مهندس الصفقات للنادي الاهلي واحد من يعني اهم الشخصيات اللي موجوده داخل النادي الاهلي في الفترات الاخيره ودايما موجود لخدمه